لأنه اليوم أنتوا كقوات لبنانية رافضين الحوار بالمطلق، موضوع الحوار، وبتلاقوا أنه ما بيوصل لنتيجة، وهيدا الحوار الداخلي. بس اليوم ما بعرف قديش بتتغير مواقفكم لما بيصير الحوار مفروض من الخارج. معودين كلنا نمشي بالفرض يعني بالعصاية. يمكن غيرنا معود، نحن مش معودين، وإلا ما قعدنا 4114 يوم بالحبس. أي واحد خليك معي، ما تعملي هيك، ما تعملي يعني هيك. حتى وقت اللي بتروحوا انه مشهورين انتم بالتحفظ، بس ما بالاخر بتحضروا يعني، رحتوا حضرتوا الدوحه وتحفظتوا انه اوكي. 11 سنه تضحيات تما نرضخ للابتزاز. اذا حدا بده يعمل لي هيك 11 سنه تضحيات، انتقائيه بالنسبه لك، بتامل يقعد ثلاث ايام تحت الارض. انتقائيه يعني عم بتكون انتم هالامور انتقائيه أبداً. في اشياء بتقبلوها، في اشياء ما بتقبلوها، حسب كيف بتتناسب مع مصلحتكم، وهذا بالسياسه مشروع يعني. وهذا بالسياسه مشروع على شرط ما يكون على حساب الثوابت. على شرط ما يكون على حساب الثوابت، في اطار الاخلاق، في اطار الثوابت السياسي، في اطار القانون والدستور، جوا كل شيء مسموح. كل شيء مسموح كتفاوض، كتموضع، كسعي للوصول الى السلطه. يعني بسمع البعض صحفيه وغير صحفيه بيصوروا الوصول للسلطه كانه عيب. بكل دول العالم لا اكيد منه عيب، اكيد منه عيب، بس لك شوف الطرق، الطرق مشروعه ولا غير مشروعه، ولا على القطعه، ولا بمبدا ولا بلا مبدا. نسعى باحترام القانون والدستور من الاول، والثوابت السياسيه والاخلاق السياسيه. يعني اذا حدا بيقول لي بدك توصل للسلطه، عشو بتكلين اليوم؟ عشو بتكلين اليوم انه تضلوا رافضين الحوار؟ مثل ما عم بتقول انه في ظل تعنت فريق الثنائي وتمسكهم بمرشحهم، اليوم في عندك نقطه ثانيه قوه يلي هي عوده، خلينا نقول التواصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله. الكلام عن انه جهاد أزعور وان كانوا عم بيقولوا العكس لم يعد مرشح التيار الوطني الحر، اكثر من مره على هيدي الطاوله وعلى المباشر قالوا لكم انه التقاطعات ما بقى تعمل رئيس جمهوريه، جربنا التقاطعات ما بقى تمشي، فلنخرج من التقاطعات. عشو متكلين؟ بدي ضوي على نقطتين. اول شيء كلمه حوار كلمه غش، كلمه غش واحتيال. يعني مثل حدا أزعر وكاتب لابس تيشيرت انا شيخ الاوادم. كلمه حوار، كلمه غش واحتيال، كلمه حلوه ما في حدا الا لا. يعني باختيار شيء بالسياسه بسموه ووردينجز. بالوردينجز شغله كثير حلوه، بالواقع نصب واحتيال، بالواقع اختطاف للدوله واختطاف للدستور. فاذا هيدا مش حوار، هيدا اذعان واستسلام واحد، وهيدا خروج عن المنطق الدستوري والقانوني يلي بمجرد طلعتي من هون لهونيك بطل عندك ولا غطاء، بتصيري انت تحت رحمه يلي ادعى انه جاي يحاور. اي واحد. اثنين، التيار الوطني الحر بيمشي مع حزب الله، ما هي القاعده كانت. يعني انا كمان مصدوم قديش في ناس وصحفيين مصدومين انه التيار يمشي مع حزب الله، ما هي القاعده مش الاستثناء، القاعده من 2006 لليوم. وبالتالي هيدي الاساس. حزب الله شل البرلمان بواسطه رئيس بري، ما هيك؟ سنتين ونص، والرئيس بري عم يدعي انه ما بده الرئيس عون، بس شلله المجلس سنتين ونص، حتى كان صارت حظوظه جاهزه، فاذا انتوا جيتوا انتوا عملتوا هذه الرافعه. يا ستي خليني كفي، خليني كفي. هذا التماهي وهذا الالتصاق من التيار الوطني الحر عند حزب الله هو القاعده، الاستثناء هو التباعد، واليوم التباعد من اخرها بدها تنقله واضحه، قصه مناصب، قصه مكاسب. شو يعني؟ مش قصه اختلاف بالوجهه السياسيه، لا بسلاحه، لا بارتباطه بايران، لا بايديولوجيته. هيدا بين التيار والحزب؟ ايه، مش كله هيدا مش مطروح، مطروح بس المنصب. وبالتالي مش هيك عم اقول لك؟ عشو مراهنين يا ستي؟ عم بقول لك انه هي القاعده. هلا عشو مراهنين؟ مش عشي يعني. شو بيجمعك اليوم مع جبران باسيل غير 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 عدم وصول سليمان فرنجي؟ تقاطع ولا شيء، بدك اياها من الاخر ولا شيء. وين المشكله؟ يعني اليوم نحن بهذا الموقع، ما هيك؟ عندنا مرشحين وبنحضر اتسترا. تقاطع شو جبران بيضربه؟ متقاطع عظيم، بده يرجع ينط يجي بحضن حزب الله، يعمل شو بعمل له؟ انا علي بثوابتي، علي بمواقفي، علي بالتفاعل مع الناس لايك مايندد، بيفكروا مثلي وعندهم الثوابت تبعي. هلا حدا تقاطع فتره ونط بطل تقاطع ثاني فتره، طيب ماذا لو ماذا لو بالحوار الصاير تمكن حزب الله من ارضاء
جبران بيصير في مكان ما ونزل وانتخب سليمان حلبي، شو بتعملوا؟ ولا شيء. شو بدي اعمل؟ هيك بدك تقضي عم تاكل عصي يعني؟ اكيد اذا بدي دافع عن الثوابت وعن المصلحه الوطنيه العليا وعن مصالح الناس وتمنى عصي، ايه باكل عصي تشبع، بس ضلني ثابت على موقفي، على اخلاقياتي السياسيه، عن دفاعي عن الدستور وعن المصلحه الوطنيه العليا. غير شو بيعمل يصطفل؟ ما لي علاقه. ما تقاطعت بيننا وبين التيار وقت اللي ساهمنا بايصال ميشيل عون، مش اوصلنا، ساهمنا، كان عندنا 8 نواب، ما هيك؟ شو عاد صار بعدين؟ كسر التقاطع ونط اجى ثاني مال. يعني كل الثوابت اللي حطينا والبنود العشره ومديوة وميثاق الشرف، والرئيس عون كان موجود طبعا، كان بعده رئيس حزب مش الجمهوريه، وعم بزقف والهيصه قايمه، شو عملوا؟ نطوا من هون اجوا هونيك، شو بعمل انا؟ شو بعمل؟ حكيمون؟ هيدي بالسياسه يا عندك ثوابت ما هيك، ويا في ميثاق شرف، يا ما في ثوابت ولا في ميثاق شرف، شو بنعمل؟ ممتاز. الناس بتحاسب مش انا، الناس بتحاسب، انا بعمل تموضع حافظ على ثوابتي، بس على الناس بعدين تحاسب. ايه بس هي هون الفكره، يعني امبارح دكتور شعشع اي القوات تخوض معركه استرداد الجمهوريه من خاطفيها عبر منع محور الممانعه من السيطره على موقع رئاسه الجمهوريه. 100% كلام كبير كثير مهم. مش كبير، واضح جدا كتير. لا كثير يعني حلو، كثير مهم طبعا، كثير مهم اكيد. بس جمهورية مختطفة، مين بسؤال. مين بمين بدك تخوض المعركة؟ بحالنا، بناسنا، بأدواتنا اللي عنا إياها. أنت بس تكوني بحالة مقاومة فعلية، ما هيك؟ ما من الطبيعي إنه أدواتك أقل من أدوات اللي عم تقاوموا بوجهه، ولا عم تكون بحالة مقاومة. نحن اليوم في حدا اختطف الجمهورية صار له سنوات وسنوات، ما هيك؟ نحن عم نقاوم سياسيا مثل ما كنا بالحرب نقاوم عسكريا، بعد الطائف بنقاوم سياسيا، لا نضلنا محافظين على ثوابتنا وقناعاتنا وفكرتنا عن لبنان. واذا حدا بيقول لي انه لبنان الحالي مع حكم حزب الله بيشبهنا، بقول له خيي مبروك عليك، لبنان يوم بعد يوم عم بيبطل يشبه اللبنانيه، وراح اقول لك بشكل اساسي له. قبل الاقتصاد وقبل التعليم وقبل مساحات الحريه عم تنخنق، الاحتكام للدستور والقوانين انتهت. هيدي اللي ادت بالخمسينات ان يكون لبنان صحافه الشرق ومستشفى الشرق وسياحه الشرق وفن الشرق، مساحه الحريه. اليوم مساحه الحريه عم تختنق وكل شيء عم ينهار. طيب سؤال تكتيكي تقني، قادر تكب حزب الله بالبحر؟ لا معك، فاذا بدك تقعد تحكي انت وياه. بدي احكي انا وياه بشروط الدستور والقانون، واحد وما يحط لي مدفع و100 الف صاروخ على الطاوله. هاي صارت، لا 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 صارت ممجوجه خبريه كيف بدي احكي معه حاطط الفرد على الطاوله. يا حبيبتي يا حبيبتي ما حطيته بهذه الفروده، مش انت بتصنفي اذا ممجوجه ولا لا. يا ستي انا عم بحكي باسم ناس، مش رايي هيدا. حتى الناس بشوفوها هيك انه خلص خلصونا، ما دامك مش قادر تقشطوا سلاحه ومانك قادر تكبه بالبحر بدك تقعد تحكي طويل. الفرنسي بس كان محتل من قبل المانيا، بس بالأربعين 41 42 43 44 45 خمس سنين. اوكي اجى شي حدا بعد سنتين مقاوم قال له صارت ممجوجه. وين يا عمي؟ عم نبني وطن هون. أوكي. مش عم نتسايق، بس انت عارف حالك ما قادر لا تقشطوا سلاحه بدي ولا تكبه بالبحر. يا ستي يا ستي، بس كانوا الكل مبطوحين. كيف بتحل؟ بس كانوا الكل بس كانوا الكل مبطوحين عند النظام السوري اللي احتل لبنان. نحن والله بنفتخر انه ضلينا على مواقف ممجوجه لفتره 30 سنه. ممجوجه ومش ممجوجه، بس يكون عندك ضرب لمقومات الدوله، ما فيك تزهقي تقولي هالكلام عم ينعاد. ممتاز. انا شغلتي وعلى راس السطح، وكل يوم بدي اقول وضعك غير سليم، انت معك سلاح فارض نفسك على باقي اللبنانيين، مستعد وقادر ورح تعملها مثل ما بالسابق، تورط لبنان بمصائب مثل ما بال 2006 وغيرها. وبما انه انت حامي الفساد والفساد حامي السلاح، الاقتصاد انهار والمؤسسات انهارت ومجلس النواب انشل، بدي ضلني مجة 100 سنه اذا طل الامر. مش حتوصل للفلتر معك القصه، لانه في حل بالمقابل. يعني تنكون هلا هيك عروة حكيت يلي عندك، ترجع نعيدها عروة. ما قادر تتخلص من السلاح، ما قادر تقشطوا سلاحه، وما قادر تشحطوا من البلد او تكبوا بالبحر، عندك حل واحد، انك تقعد تحكي انت وياه لتوصل ل
طريقه عيش أنا مشترك. انا قبلان اللي حدا حكي معه وقضى سنين يتفاعل هو اياه وصار اقرب حليف له حزب الله غير مليمتر من مشروعه من طرحه. سال التيار الوطني الحر، سال اللي بدك اياه، بركي انت بتقدر، بركي انت بتقدر. خلينا ناخذ بريك.